فقط قال بعد رمضان أن صوت فلان أفضل من صوت فلان، فذهب للعالم واستسمح منه. الله أكبر، ما هذا الورع، جزاه الله خيرا وأحسى الله إليه. وإن كان في القدر كان لابد أن يقول بأن الله وهبه صوتا كذا. الله أكبر على هذا الورع، أنت ذكرتني يا رود، ولا ما اسمك، ذكرتني بالبخاري عندما جلس في مجلس التحديث فشيخه وهو يتكلم لا إراديا يشير بيده فابتسم، فخشي من الابتسامة أن تكون عليه لا له عند شيخه أو منقصة في حق شيخه، فذهب يتحلل. يا لله. ولذلك شوف الإمام البخاري الشرع ضمن له أن يتكلم في الراوي لحفظ حديث النبي، فهو بعينين، عين بكاء يخشى ورعا يخشى على نفسه من الوقوع في العرض، وعين تحرس سنة النبي. لذلك كان إذا تكلم في أحد لا, لا, لا يكثر، لو كان الراوي يعني لو كان الراوي ضعيفا جدا يقول فيه نظر، سكت عنه إشارة لأنه لا يصح الرواية عنه. رأيت دعك بقى من الدبح هذا الفاسق الفاجر الكافر، وهذه كثيرة جدا في الأغرار الأغمار. أنت ذكرتني بالبخاري ولطف البخاري وخلق البخاري، لذلك حتى بعد ما وقع في البخاري جبل المسك يفوح شهرا من قبري، وإلى يوم الناس هذا يقسم بصحيح البخاري، وإن كان هذا خطأ، لكن أقصد انظر كيف جعل الله له تعظيم المكانة إلى يوم الناس هذا عند الناس. ثم يأتي السفهاء البله الذين يقولون ونحن لا نصدق في البخاري. يا أبله يا أبله يا سفيه، كيف تسقط نفسك في هذه الهوة السحيقة، كيف ستخرج منها؟ والرجل قارن كتابه كتاب الله جل في علاه، وليس مقارنة استغفر الله، أقصد لأنه قارن كتابه كتاب الله فجعله وحيا بوحي، وحيا للبيان بجانب الوحي الذي هو أصل البيان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.